علامات إذا رأيتها أخي الكريم فاعلم أنك محسود بالفعل. ينبغي ألا نهمل قضية الحسد أيها الأحبة، ينبغي أن نتذكر أن آخر سورتين في القرآن للوقاية من الحسد ومن وساوس الشيطان. ينبغي أن نعلم أن هاتين السورتين لم ينزل الله مثلهما، لم ينزل الله مثلهما كما أكد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ليس عبثا أن يختم الله أعظم كتاب في الكون كتاب الله تبارك وتعالى بهاتين السورتين. هناك رسالة لنا، الله يريد لنا أو يريد أن يقول لنا اهتموا بهذا الموضوع، لا تغفلوا مشاكل الحسد ووساوس الشيطان في حياتكم. لذلك هناك علامات أخي الحبيب ينبغي ألا تغفلها. في البداية كل يوم ينبغي أن تقرأ على الأقل على الأقل على الأقل، إذا لم تقرأ شيئا من القرآن أو حتى إذا كنت لا تصلي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا، اقرأ سورة الفاتحة أول سورة من القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين فقط، تقرأها في دقيقة واحدة كل يوم. أعطي دقيقة من وقتك لنفسك، ليس لله، الله ليس بحاجتنا، الله غني عن عباده، إن الله لغني عن العالمين. فهذه سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هي سورة الإخلاص والتوحيد، والمعوذتان سورتان فريدتان في القرآن لهما أهمية كبرى. لذلك ختم الله بهما كتابه. كان ممكن أن يختم كتابه مثلا بآخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، يمكن أن يختم كتابه بأي سورة أخرى. لماذا هاتين السورتين؟ ليقول لك اهتم بهذا الموضوع، تماما مثل اهتمامك بسورة الفاتحة. طيب، ما هي العلامات التي تظهر على الإنسان الذي يحسد من قبل الآخرين؟ قلنا أيها الأحبة في فيديو سابق إن كل إنسان يتعرض للحسد على الأقل مرة في حياته، إذن كل إنسان هو محسود. ولكن هناك ظروف أحيانا تجعل المؤمن في حالة قلق وحالة عدم سعادة وحالة عدم اطمئنان، على الرغم من أنه يقرأ القرآن ويستمع للقرآن يشعر بضيق في صدره. الحقيقة هذا من تأثير الحسد، الإحساس بالضيق، إحساس بضيق الصدر، إحساس بأنك تكره هذه الدنيا، لا تطيق هذه الدنيا، مع العلم أن كل الظروف متوفرة من حولك، مرض لا يوجد، نقص مادي لا يوجد، مشكلة زوجية لا يوجد، ولكن تحس بهذا الضيق. قد يكون هذا الأمر أحد علامات الحسد. لذلك ينبغي عليك أن تتنبه وتستعيذ بالله من شر الشيطان وتقرأ المعوذة. هذا رقم واحد. رقم اثنان أخي الحبيب، الإنسان عندما يحسد ما الذي يحدث؟ يشعر أن النعمة بدأت تتراجع نوعا ما. قد تكون نعمة الصحة، قد تكون نعمة المال، قد تكون نعمة الولد، النعم كثيرة جدا. من أين جئنا بهذا الكلام؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ إذن الحسد يكون على أشياء منحك الله إياها وحرم غيرك لحكمة هو يعلمها. طيب، هذه الأشياء التي تشعر أنها بدأت تضيق، مثل الرزق، بدأ الرزق يضيق فجأة، مع العلم أن كل العوامل ثابتة، تجارتك كما هي، ظروفك كما هي، الشروط من حولك البيئية كما هي. طيب، ما الذي يحدث؟ انتبه، قد يكون السبب عين حاسد، فتسارع لتستعيذ بالله من شر الشيطان وتقرأ المعوذتين. لأن سورة الفلق وهي سورة عظيمة جدا ختمت بقوله تعالى
ومن شر حاسد إذا حسد. يعني هذه السورة العظيمة حذرتنا من شر الحاسد. ما معنى ومن شر حاسد إذا حسد؟ إذن أي شر تشعر به قد يكون سببه حاسد، يعني هذا معنى الآية. ومن شر حاسد إذا حسد، إذن هناك شر. طيب ما هذا الشر؟ هذا الشر قد يكون، أنا أعرف كثير من الناس، كثير لديه مشاكل بالفعل في جسده، لا ينام، لديه آلام مثلا معينة، لديه قلق معين، يذهب إلى الطبيب، إجهاد، يشعر بإجهاد في جسده، جسده منهك، متعب، مرهق، ضعيف، وهذا يحدث فجأة. يعني من علامات الحسد أن هذا الأمر يجب أن يحدث فجأة وليس بالتدريج، لأن عين الحاسد والعياذ بالله يعني تضرب مباشرة. والعلماء تحدثوا عن الحسد أحبتي في الله في دراسة تحدثنا عنها مؤخرا، يتحدثون عن شيء اسمه الحسد علميا، ثبت علميا. فهذا التغير المفاجئ في الرزق أو في الصحة أو في العلاقات الأسرية، علاقة الأب بابنه، علاقة الابن بأبيه، علاقة الزوج بزوجته، قد يحدث تغير مفاجئ غير مفهوم. يجب أن تضع في رأسك احتمال أن يكون الحسد هو المسؤول، هناك حاسد، لكي لا تضيع وقتك وتبحث عن هذا الحاسد. وما أكثرهم اليوم، بأن الناس أصبحوا يلهثون وراء الدنيا وأصبحوا يعني يتمنون زوال النعمة عن الآخرين، أصبح الناس يتمنون زوال النعمة عن الآخرين. يتمنى الإنسان المرض لأخيه الإنسان، يتمنى أن يصيبه الشر، يفرح عندما يسمع أن فلان مرض، في داخله يشعر بسعادة، يفرح. هذه علامات الحاسد، المحسود له علامات والحاسد له علامات. قد تكون فيك صفة الحسد أو صفة الحاسد وأنت لا تعلم أخي الحبيب. بعض الناس إذا سمع أن قريبا له خسر في تجارته يفرح، سبحان الله. إذا علم أن له ابنا مريضا يفرح. إذا علم أن هناك مشكلة بينه وبين زوجته يفرح ويضحك ويشعر بسعادة. هذه علامات الحاسد، لا يحزن على أخيه. فإذا أخي الحبيب، أنا لا أريد أن أضيع وقتي ووقتك بالتفكير بهذا الحاسد أو بكذا أو كذا، لا، أنا أريدك أن تشغل نفسك بعملية الحسد ذاتها. عملية الحسد هذه تؤدي إلى شر ذكره القرآن. القرآن لم يقل الله تعالى أعوذ بالله من الحاسد، لا، قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لم يقل ومن حاسد، أعوذ بالله من حاسد، لا، من شر حاسد، من شر. أنت تستعيذ من شر، إذن هناك شر، شر قد يصيبني أو يصيبك. هذا الشر كيف تكتشفه؟ تكتشفه عبر علامات تحدث في حياتك. السمة المميزة لهذه العلامات جميعا الفجأة، عنصر الفجأة. تكون جالس أنت وأهل بيتك وبحالة طيبة جدا، فجأة، ليس بالضرورة أن يكون الحاسد موجود معك، يعني قد يكون نتيجة مكالمة تليفون، نتيجة قد يكون غائبا عنك، لأن عملية الحسد عملية معقدة جدا، لا تعني أنه يأتي وينظر إليك، لا، قد يفكر هو بمجرد أنه فكر بزوال النعمة عليك عنك، قد يحدث شيء مفاجئ،
فأنت تجلس بكل هدوء، فجأة تحدث المشاكل وتحدث اضطرابات في هذه الأسرة، وقد يصل الرجل إلى الطلاق مع زوجته. تبحث عن السبب تجد لا يوجد سبب حقيقي. إذن ضع في رأسك احتمال أن يكون سبب هذه المشاكل حاسد مجهول، لا تفكر به ولا تلقي له بالا. القرآن ذكر الحاسد بصيغة النكرة، لم يقل ومن شر الحاسد، قال ومن شر حاسد. حاسد مهما كان من الإنس أو من الجن. هنا ملمح أيها الأحبة أن الله عندما قال ومن شر حاسد، نحن نعلم في اللغة العربية صيغة النكرة، ما يسمى بالنكرة صيغة عامة، حاسد غير معروف لا تهتم به، لا يريدك الله أن تهتم بفلان وفلان وتبحث عن فلان وفلان، ستتعب. هناك حاسد يحسدك مجهول لا يهمني، الذي يهمني كيف أقي نفسي وأهلي ومتاعي وتجارتي ورزقي وصحتي وكل ما آتاني الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إذن أخي الحبيب، إذا أردت أن تريح دماغك اقرأ الفاتحة المعوذتين بالإضافة لسورة الإخلاص 3 مرات كأنك ختمت القرآن، واقرأ هذه الآية لا بأس التي أنزلها الله في حق آل إبراهيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هذه الآية قد تواسيك وتساعدك وتحميك من شر هذا الحاسد. هناك أدعية في القرآن في السنة النبوية مهمة جدا أخي الحبيب، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 7 مرات، هذا ضروري، هذا نظام عمل يومي يجب أن يكون، سواء ظهرت علامات الحسد أو لم تظهر، هذا نوع من الطب الوقائي ضد الحسد. يعني نحن الآن نقي أنفسنا من شر الأوبئة المعدية بوضع مثلا كمامة أو بأخذ احتياطات معينة. ينبغي أن تأخذ احتياطات ضد الحاسد إذا حسد، وضد الشيطان عندما يوسوس، من شر الوسواس الخناس. ما هي الاحتياطات؟ آية الكرسي إحدى أقوى الاحتياطات، لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح، إذا قرأتها في المساء آية الكرسي الآية 255 من سورة البقرة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا دعاء 7 مرات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أيضا 7 مرات. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 مرات. وهذا الكلام حبيبكم كان يقوله صلى الله عليه وسلم، النبي كان يقوله ويكرره مرارا وتكرارا، وهو رسول الله الذي حفظه الله، والله يعصمك من الناس، على الرغم من ذلك كان يقوله. إذا نحن ينبغي أن نقتدي بهذا النبي ونقول 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، بالإضافة طبعا لدعاء رائع كان نبي عليه الصلاة والسلام لا يتركه، كان من أكثر أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. صحيح ظاهريا أن هذا الدعاء ليس له علاقة بالحسد، ولكن هذا الدعاء يصرف تفكيرك عن الدنيا ومشاكلها وحسدها، ويوجه تفكيرك باتجاه الآخرة، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. والدعاء الثاني الذي كان أكثر شيء يدعو به النبي، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك،
أدعو بهذه الأدعية بالإضافة للآيات القرآنية الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي وقل هو الله أحد، وأنا على ثقة تامة أن الله سبحانه وتعالى سيحصنك ويحميك من كل شر إلا ما شاء الله. أختم بهذه الكلمات لابد منها عندما تخاف من حسد إنسان أو شر إنسان، وبخاصة في علاقاتك المنزلية، فقط قل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تذكر هذا المقطع من سورة البقرة أنه لا يستطيع أحد أن يضرك إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتذكر أيضا قول الله تعالى واحفظ هذه الآية، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويحفظنا وإياكم من كل شر ومن عين كل حاسد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.